فإذا الملحوظ، التفتوا جيدا، الملحوظ باللحاظ الثالث يشمل ماذا؟ المطلق والمقيد. المقيد ما هو؟ الذي فيه صفة العلم. المطلق ما هو؟ الذي لا توجد فيه صفة العلم. التفتوا، لا توجد فيه صفة العلم، لا توجد فيه عدم صفة العلم. الإنسان غير العالم متصف بعدم العلم، غير متصف بالعلم. طبعا أنا هاي أأكد، هاي أركز أن هذا البحث منطقي صرف هو، وحيث أني أعلم في الحوزة منطق بذاك المعنى ماكو، فأضطر أنه في ببحاث الأصول هذه نوضحها. فلهذا مرارا إذا سامعين أقول من لم يدرس الفلسفة لا يفهم الأصول، هذا منشأ، ومن لم يدرس المنطق لا يفهم الفلسفة. وحيث أنه بحمد الله أنتم تعلمون بعد أدرى مني في الحوزة لا أصول لا فلسفة أقول لا منطق بالمعنى الأخص أكون، ومع ذلك نريد أن نكون من المحققين في علم الأصول. فسب الله عليك يصير بعد أنت تصير من المتعبدين بعلم الأصول مو من المحققين في علم الأصول، إن هذه الألفاظ فقط تقرأها وتعبر لا تدري شنو أصلا. طبعا أنا أقول هذا عندما دا أتكلم، لا يتصور أقول لا سمح الله أن الأساتذة الكبار في الحوزة أيضا لا يعرفون فلسفة لا يعرفون منطق، أنا أتكلم بنحو القضية الحقيقية. فلهذا الإخوة إذا يردون يكونون واقعا من المحققين في هالعلوم، لابد المقدمات سين يدركوا اطمئنوا تصلون الى بحث الخارج، لا تستعجلوا. ادرسوا المنطق جيدا، ادرسوا الفلسفة جيدا، ثم اجلسوا في دروس علم الاصول، شوفوا هذاك الوقت اشقد اولا علم الاصول يتضح واشقد اكو اشتباهات ايضا في علم الاصول. ومنشأها هنا انه لابد ان يدرس المنطق والفلسفة جيدا لا اقل بالمقدار الذي يرتبط بعلم الاصول. هسه هذا يرتبط بالفلسفة لو ما يرتبط بالفلسفة؟ نعم مرتبط ببحث دقيق في الوجود الذهني في الفلسفة، لابد أن يدرس جيدا أن الوجود الذهني حقيقته ما هي.